السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم مع ديتا شانيل ومع فيديو جديد كنتمنى يعجب ليكم. اليوم إن شاء الله نديكم معايا في جولة لوحيد البلاصة اللي كيكون فيها الثلج وما بعيدش بزاف على مدريد، تقريبا ما كاملاش ساعة أو ساعة. مهم اللي مسمية نافا فيرادا، وكيكون فيها الثلج، كيمشيو ليها الناس بزاف، فيها اوتيل، فيها القهاوي، المهم فيها كلشي داكشي اللي كيحتاج بالنسبه للثلج. وكذلك يعجبو بزاف العواول باش كيعملو تما سكي. ونديكم معايا ان شاء الله، وكنتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا هاد المناظر الرائعه، خاصه الناس اللي توحشوا المغرب، وكذلك الناس اللي قنطانين يعني مع الطبيعه. اكيد غيعجب لكم الفيديو ان شاء الله. ومع انه ما جبرناش يتم صراحه الثلج، او بالاحرى ما كاينش كاع، يعني اضطروا انهم في هذه العطله يعملوا الثلج اصطناعي فقط. واخا البرد بزاف يعني مع الشمس داب، لذلك قررت انني نحط الفيديو اليوم واخا غادي نتاخر. مهم واخا ما غاديش هو هذاك، وانما ننصح الناس اللي بغاو يمشيو في هذه الايام ديال العطله بالاحسن ما يمشيوش، يعني ما تماشي الثلج، يعني ما العواول ما غيعجبهمش الحال. يعني جربت من ولادي ملي لقاو الثلج ما كاينش، يعني ما استمروش انه يجلسوا تما بزاف. واخا كاين صراحه الله المنظر الطبيعه رائع، الجو مزيون، ما كاينش يعني البرد او الريح، ولكن مع ملي ما كيكونش الثلج يعني تقدر تلعب فيه، تقدر تسكيار، يعني ما كاينش. لذلك قلت غنصح الناس الا بغاو يمشيو، مهم نخبرهم باللي الثلج ما كاينش في هذا الوقت. وراه غتشوفوه في الفيديو الا تبعتوا الفيديو حتى الاخر، راه ما كاينش الثلج، قليل فقط اللي كاين، اللي بقى على بعض يعني الاشجار فقط، وهما انهم عملوا الثلج اصطناعي باش الناس مع دابا تما اوتيل، الناس راه مشاو تما في العطله يعني باش ما يبقاوش بلاش. مهم وكذلك بالمناسبه كنتمنى تسمحوا لي تعطلت ما حطيت شي فيديو مع كتعرفوا العطله، وما بغيتش ولادي يحسوا بحالي انا انهم باقي راهم في المدرسه، يعني نقول لهم سكتوا باش نعدل في الفيديو او مهم او ما شابه ذلك. قلت غنعطي لهم الوقت ديالهم، غيحسوا شويه بديك العطله واحد سيمانه على الاقل. واكيد ان شاء الله غنحط لكم فيديوهات على الاقل جوج فيديوهات في سيمانه. وبغيتكم تخليوا لي يعني في التعاليق شمن نوع الفيديوهات كيعجبوا لكم، والنوع اللي كيعجبني اللي كيعجبكم نحطهم. اكيد غنكون رهن الاشاره، وكنتمنى تتبعوا الفيديو وتشاركوه مع الاحباب ديالكم. والسلام عليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيته أجر خطايا السنين، أتيته إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. إلى
لي فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل إلهي وقفت دموعي تسيل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي بباب لكن دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. Oh.
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيته أجر خطايا السنين، أتيته إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم.